معكم زينب فاسيكي على الديلي باز. هاد النهار غنوريكم شنو عندي في الصاك ديالي. اولا انا كنلبس الصاك كنلبس كارطابل، حيتاش انا واحد الانسانه اللي من مطار لمطار، من مدينه لمدينه، ديما كندير لي كونفيرونس لا سيناتور، كنقش على قاعي. دونك انا اولا ما عنديش اصلا شي حاجه سميتها البسطام، كنخلي دائما واحد الصاك صغير، هذا كانت عطاتو ليا كونفيرس كادو فاش خدمت معاهم. دونك هو هذا اللي كندير فيه الوراق ديالي، الفلوس، بيان سور عندي السوارات. الوغ نورمالمون بما انني كما قلت لكم ديما كنبدل اللوك ديالي ديما النهار كامل، وانا خاطر زيطي من بلاصه لبلاصه، نورمالمون كتكون عندي اولويز دائما حتى هي في الشنطه ديالي. كتعرفوني دائما كندخل الفيمينيزم في اي موضوع بالحديث عن العاده الشهريه ديال المراه. ما تنساوش باللي حتى الراجل بحال كتكون عنده حتى هو واحد السيمانه في لو موا ديالو ديال لي زغمون ديالو كيتبدلوا. نقدر نقولوا عليه انه حتى الراجل عنده لي غاغل، مي ماشي بالدم بالوتيروس وكلشي، مي عنده لي غاغل في لو شانجمون ديال لي زغمون. دونك الرجال قلت لكم حتى نتوما تكونوا واحد السيمانه في الشهر ما راشقاش ليكم، حيت عندكم شانجمون ديال لي زغمون. هادشي كاين اننا كاملين عندنا نفس الحاجه باور بانك باش نشارجي التليفون ديالي، الوراق باش نسافر ما بين المدن، حيتاش انا خدامه في كازا في المحمديه في الرباط، دونك خصني ضروري الوراق. وي هاد النهار كنت في السفاره ديال الميريكان، واخيرا خديت الدبلوم ديالي حيتاش كنت درت واحد الفورماسيون في الميريكان على الرسم السياسي. دونك اي كانت ويت المغامره الجايه. غتلقاو في الشنطه ديالي ديما عندي لي فيتمون، حيتاش ديما واخا كندوز النهار كامل في الزنقه كنبدل، ديما كندخل للطواليت ديال شي ريستوران ديال شي كار وكنبدل اللوك كنخرج. طبيعة الحال عندي الكول، وغنوصل واحد النقطه مهمه هو انه يس انا فيمينيست وعندي الماكياج وكندير الماكياج. هاد النقطة مهمة نهضر عليها حيتاش بزاف كيقولوا لي الفيمينيزم ديالك فيك حيتاش كديري المكياج حيتاش كتعكري، الوغ كو عندكم فكرة غالطة على الفيمينيزم. الفيمينيزم هي المرأة حرة دير المكياج ما ديروش، تغطى تعرى دير اللي بغات، الحرية ديال الاختيار ديال المرأة. دونك ضروري يكون عندي الغوج على ليفغ، اصلا خصني نبدا نعاود الغوج على ليفغ ديالي. جو بونس هادشي اللي كاين والشاجر بيان سور. شكرا بزاف.